السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ مع بعض هنعمل صلصه البيتزا. الفيديو اللي طول الوقت انا بقول لكم انا عايزه اعمل لكم صلصه البيتزا في اي معجنات، في فطيره التونه مثلا، في يعني معجنات كتير عملتها انا حطيت فيها صلصه البيتزا، وكنت بقول لكم دايما ان انا هعملها لكم فيديو كامل لوحده. اهي بقى طريقتها، بصوا عايزه اوريكم قوامها قبل ما نبدا كده. ودي فعلا زي اشهر المطاعم العالميه بتاعه البيتزا الايطاليه بتستخدم الطريقه دي، وفي كتير قوي ما يعرفوهاش غير قليلين بس اللي عارفين الطريقة دي. بجد طريقة مضمونة أحلى من أي طريقة ممكن تكونوا سمعتوا عنها. تعالوا بقى مع بعض نشوف المقادير والطريقة. عشان نعمل بقى صلصة البيتزا المظبوطة غير أي صلصة بيتزا ممكن تكونوا عملتوها، لأن دي وصفة المطاعم الإيطالية اللي بتتعمل برا، هما بيعملوها كده بالظبط بطريقة سهلة قوي، هتوفر علينا وقت كتير ومجهود كبير قوي. اول حاجه معايا حوالي كام طماطمايه كده، بس 6 7 كده اللي انتوا عايزينه، احنا بنعمل اللي احنا عايزينه، ممكن نشيل الباقي في الفريزر. تمام، بنقطعهم زي ما هوريكم في الطماطمايه دي كده، هوريكم ازاي بتتقطع بالطريقه دي. بتتقطع كده بالعكس كده، وبعدين بنقورها نص تقويره. تمام، واللي طبعا اتقور ده ما بيترميش، ده ممكن يتعمل صلصه، ممكن يتعمل ماسك على الوش مثلا، بتعمل بيه حاجات كتير، مش لازم ان احنا نرميه، يعني ما ينفعش نرميه اصلا، المهم ان احنا بنقورها نص تقويره كده. ايه الحاجات بقى اللي هحطها جواها؟ لان انا هحط جواها التوابل بتاعتها. تمام، هحط الاول شويه كده من زيت الزيتون، معاهم معلقه صغيره ملح، يعني ايه في كل واحده كده رشه، يعني مش هقول لكم معلقه صغيره، رشه كده من كل حاجه، سكر، بودره ثوم، بودره بصل، ده فلفل اسود، وشويه ريحان ناشف، لو مفيش خلاص مفيش مشكله، اهم حاجه الزعتر. بصوا ده اسمه دقه زعتر سوري، ده بيبقى من ماي واي كده، عباره عن اكياس انا فضيتها، عباره عن ايه زعتر مطحون، مش اللي هو المحبب دوت، لا هو مطحون مع سمسم مع زيت زيتون. الحويجه بقى بتاعتهم دي بتبقى حلوه جدا، لو مفيش يبقى زعتر عادي، بتجيبي زعتر وبتحطيه برده هيبقى حلو جدا، بس اهم حاجه في كل الكلام ده الزعتر وزيت الزيتون. خلاص انا بقى هحط يعني من كل حاجه كده جوه الطماطمايه، بس قبل كل ده هوريكو انا ازاي اورتها. اول حاجه طبعا بشيل اللي هو ده كده، تمام شلته، اقوم بقى عامله حته صغيره كده وحته صغيره كده، تمام، وبعدين اعمل ايه بسن السكينه كده اقورها بالشكل ده كده، خلاص اهو هيطلع بقى ده بالشكل ده كده. تمام، احنا عملنا ليه الفتحة دي هقول لكم بعدين. اول حاجة بقى بحط رشة من زيت الزيتون كده في كل حتة، كل واحدة كام نقطة بس كده كده، كده بس كده، وبعدين شوية من الريحان. بصوا شوية قد ايه، يعني دي انا مش هحطها يعني اهو، هقسمها على 3 مثلا. تمام كده كده، ده كده الريحان، معايا بودرة البصل برضو اهو كده في كل واحدة، وحطينا كمان بودرة الثوم اهو زي ما انتوا شايفينها، ورشة بقى بسيطة خالص من فلفل اسود، حاجة كده يعني لا تذكر. ملح بقى مش عايزة احط ملح كتير، هو بصوا قد ايه، دول هحطهم في 3 وحدات مثلا، مش عايزة يبقى الصوص حادق. تمام كده بس كده، والسكر برضو نفس الحكاية كده كده كده. تمام بجد يا جماعة لازم تجربوا الطريقة دي، هتغنيكوا عن أي طريقة صلصة هتعملوها. ممكن بقى نستخدمها في حاجات كتير، في فطاير بالذات صغيرة كده، أي نوع فطاير بتبقى لطيفة جدا وحلوة قوي. خلاص كده عملنا احنا السكر وملح وكل حاجة، اخر حاجة بحطها الزعتر عشان يدي الريحة والطعم اللي احنا عايزينه. بعد كل ده بقى برجع تاني بحط كام نقطة كده زيت زيتون في كل واحدة،
عايزه اوريكم برضو شكلها كده من قدام. بصوا اهي حطينا فيها كل اللي احنا عايزينه، والزعتر، الزعتر بقى بالزيت بنحطه كميه كويسه شويه. هدخلها بقى دلوقتي الفرن وهقول لكم خدت وقت قد ايه. دي الطماطم بتاعتنا اهي بعد ما طلعتها من الفرن، خدت تلت ساعه، والحته دي كده انا مقشراها عشان اشوف هي خلاص تقدر انها تخرج من الفرن ولا لا. هي خدت تلت ساعه على اعلى درجه في حراره الفرن، تمام. اسيبها بقى تهدى كده خالص عشان اقدر ان انا اقشرها من القشره بتاعتها دي. خلاص كده حطيت الطماطم اللي انا قشرتها في الكبه او الكوكي بتاعتي دي، هوريكم الطماطم دي انا هقشرها ازاي. شوفوا هي طبعا خلاص هديت خالص عشان اقدر امسكها كده. بجيب بقى القشره واقوم بقى مقشراها بسهوله خالص بالشكل ده كده اهو، تمام. دي اسمها بقى ايه كده لما بتقشر؟ اسمها طماطم كونكاسيه، تمام. اللي هي بتبقى من غير قشرة. دي في طريقة تانية برضو، ان هما بيعملوا ايه، بيفتحوها كده اكس زي ما عملنا الفتحة اللي احنا عملناها دي، وبيحطوها في مية مغلية، بيحطوها كده مش عارف 10 دقايق او حاجة، وبعدين بيشيلوها وبيقشروها بالشكل ده كده برضو. بس دي بقى ايه، ايه فايدتها او ليه هي احلى، وليه هي فعلا المطاعم بتستخدمها، المطاعم طبعا الايطالية العالمية مش اي مطاعم، ومحدش كتير يعرف الطريقة دي ليه بيستخدموها. عشان انتي بتحطي التوابل اللي فيها، التوابل بتتحمص بتاخد طعم الفرن وطعم الطماطم وكل الأطعمة اللي هي من الطماطم من العصارة بتاعتها، بتبقى احلى كتير انك لما كمان تقوريها وبتشيل البذرة ما بتحتاجيش انك تصفيها بقى وتهدري منها كتير خلاص. فهي كده الطريقة دي افضل بكتير واحلى من ان هي بتسقط كده في المية المغلية وتتشال، بتبقى اطعم بكتير كده. احطها بقى كده في الكوكي واضربها ونشوف هتبقى عاملة ازاي. هي دي صلصة البيتزا بعد ما ضربناها كويس جدا. بصوا قوامها تمام قوي، هي مش محتاجة تتصفى ولا حاجة، لان انا اصلا خلاص شايلة البذر، شايلة القشر، شايلة كل حاجة منها، فانا مش هصفيها. وده بيكون شكل صلصة البيتزا الرهيبة بعد ما صبتها وما صفتش ولا نقطة منها، تمام. بصوا اهي حلوة قوي، وقوامها زي ما احنا شايفين كده. اللي بيعمل القوام دوت الزيت طبعا وكل التوابل اللي احنا عملناها، واي حاجة بتنزل في الصينية حطيتها تاني وضربتها معاها. بصوا بقى حلوة جدا، لازم تجربوها وتستغنوا بيها عن اي صلصة بيتزا، وتعملوها بقى بالكميات اللي انتوا عايزينها، بتطلعوها من الفريزر تهدى شوية، تدهنوا بيها اي معجنات عندكم، بتبقى طعمها رائع جدا. ان شاء الله تجربوا طريقة الصلصة دي وتعجبكم وتقولولي رأيكم ايه. وبالهنا والشفا.